وقبله من بهت محمدا صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصحابة. لما قرأ قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فرحوا بهذا، يلبسون على الناس. نعم. أنه يسب عيسى ابن مريم عليهما السلام ويسب الصالحين، فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الآية: بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، لأنهم عبدوا من دون الله. والآية تقول إنكم وما تعبدون، يقول هذه عامة للملائكة ولعيسى وعزير والصالحين. الجواب أن هؤلاء لم يرضوا بأن يعبدوا من دون الله، بل كانوا ينكرون هذا في حياتهم، فهم مبعدون عن النار، لا يسمعون حسيسا، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. نعم. بهتوه صلى الله عليه وسلم بأنه يقول إن الملائكة وعيسى وعزيرا في النار، فأنزل الله في ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وهم عيسى وعزير ومن سبقت له الحسنى من الله، فإنه مبعد من النار. ولو كان إنهم عبدوه بعد موته فهذا لا يضره، لأنه كان ينكره يوم أن كان حيا، كان ينكر هذا. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد بعدما مات، يعبده الخرافيون والمشركون، هل هذا يذم به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه كان ينكر هذا في حياته ويجاهد عليه بالسيف. أما كونه يعبد بعد موته فلا يرجع إليه في ذلك ملامة. نعم.